شاء الله الموصل بالزهار بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، والعالم الإسلامي نحتفل بمولده الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، السنوات السابقه اللي راحت يعني، والله ان شاء الله تقدم وازيد ان شاء الله، ونزيد ونتقدم وزياده ان شاء الله في مولد النبي عليه الصلاه والسلام. العالم محتفله بمولد النبي وفرحانه، وان شاء الله الله يديم الامن والامان، وتشوف العالم تقدم الخير الى مولد النبي صلى الله وسلم عليه. كل سنه نحتفل بمولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، بالاخص يعني احنا موصل القديمه بالاخص متمسكين بهاي التقاليد، يعني تشوف عزينا وعشوف الاشجار واللي عندك البقلاوه وعندك القهوه وعندك يعني منوعين احتفالا بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا كل مناسبه مولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نجمع من الاهالي كلهم، كبار وصغار طبعا، شباب ونساء كبار بالعمر. طبعا هذا يوم مقدس بالنسبه لنا، يعني مولد فخر كائنات سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. باسم اهالي المدينه القديمه مدينه الموصل الحدباء اتقدم بالتهاني الحاره الى الامه الاسلاميه والعربيه وكافه العالمين بقدوم مولد سيد الكائنات محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي بعث رحمه للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.